صرنا شي طالعين 8 سنين، وبشتغل هون بالحراقات عشان عايش أهلي وعايش خواتي. أنا زحمة، راحوا لي 4 أخوة قتلوا النظام. جيت لهون أنا الكبير، الكبير الله بعيلتنا، أما أشتغل بالحراقات مشان عايش أهلي، أما أخذ جمعيتي 20,000 يدو وتكفينا عيلة أهلي، وعلينا دين، وعلينا نشتغل جبال، نشتغل بالحراقات ما يبيدنا الشغل، نشتغل وقالنا بريد مدرسة خاص ما قعد بيا، بريد أقعد بيا، بريد أشوف قلبه، بس ما بيدي، ما بحسن أشتغل عايف أهلي خواتي يشتغلوا، أنا بشتغل هلق بالشتاء وبالصيف مشان عايش أهلي. غازات نسعى وغازات وصدرنا على طول برجع من الغاز ومن الدخان والجير وكل هاي صدرنا على طول بسكر منها.